السلام عليكم. حلقة جديدة من محطات مغربية، نتوقف فيها عند أهم محطات وأهم الأحداث وتداعيات هذه الأحداث على الساحة المغربية. الخيط الناظم بين كل الأحداث هي الأزمة. ملفنا الأول سيكون في ليبيا. ليبيا ومع موجة عودة رموز حكم القذافي التي تخلط الأوراق في الساحة السياسية. المحطة الثانية ستكون في الجزائر. الجزائر حملة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، حملة خليها تصدي في الجزائر تتوسع وتشمل عديد القطاعات. في تونس الشرطة متهمة بقتل مشجع كرة قدم أثناء ملاحقته وهو خارج من الملعب. أما ملفنا الرئيسي فسيكون في المغرب والنزاع وأزمة الصحراء. حركة على الأرض بعد مناورات تقوم بها جبهة البوليزاريو وتصعيد في المواقف والتصريحات الكلامية. هذه أهم محطات اليوم من الحلقة، فأهلا بكم. وإلى الملف الأول من ليبيا، عودة رموز حكم معمر قذافي سيف الإسلام القذافي، تبرئة ساعد القذافي ابن معمر قذافي، وكذلك صفقة، الحديث عن صفقة مع عبد الله السنوسي رجل الأمن الأول والمسؤول عن المخابرات ورجل الظل في العمليات القذرة عن صحة التعبير التي كان يقوم بها نظام حكم معمر القذافي. الحديث عن هذه الصفقة التي لها تداعيات أكيد على الساحة السياسية، وكذلك ما عرفته الانتخابات الأخيرة وتعيين خالد المشري رئيسا لمجلس الدولة في ليبيا. هذه المواضيع نتابعها بالنقاش والتحليل، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. من جديد تختلط الأوراق في ليبيا ويستقبل المشهد فاعلين جدد. كان من المفترض أنهم رحلوا ولكنهم عادوا وبقوة، وكأن ليبيا لم تغادر فبراير 2011. البداية لم تكن تداول اسم نجل معمر القذافي سيف الإسلام القذافي كرجل توافق وتجميع، إلى أن فرض نفسه كمنافس جدي في الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، والتي يتواصل تشكيل الصورة فيها هذه الأيام بتبرئة سعد القذافي شقيق سيف الإسلام من تهمة القتل العمد من قبل إحدى المحاكم الليبية، والحديث عن صفقة عقدت بين عبد الله السنوسي مسؤول المخابرات الليبية في عهد القذافي وصاحب شفرة الصندوق الأسود لنظامه، وأطلق بموجبها سراحه. رموز عهد معمر القذافي وأعمدة حكمه لم تغادر فعليا منظومة الحكم بعد الثورة 17 من فبراير، وعودتهم للمشهد علنيا هي النتيجة الطبيعية لعملهم من أجل تدارك الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من نفوذهم. ويبدو أن الوقت قد حان والسياقات مناسبة محليا ودوليا، خاصة مع الدعوات المتكررة من غسان سلامة المبعوث الأممي للمصالحة الوطنية الشاملة ليكون لهم دور في مستقبل ليبيا. معنا عبر الهاتف من طرابلس سيد صلاح الدين البكوش الكاتب والمحلل السياسي. سيد صلاح الدين أهلا بك. سيد صلاح الدين بكوش الكاتب والمحلل السياسي الليبي، طيب حتى نتمكن من اتصال به، فقط نشير بأن مؤخرا عاد اسم سيف الإسلام القذافي كمرشح جدي ورئيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تسعى الأمم المتحدة والجهود الدولية لإنجازها قبل موفى هذه السنة سنة 2018، كما تسعى بعض الأطراف الإقليمية إلى فرض أسماء أخرى إن كان خليفة حفتر أو بعض الأسماء المرضي عليها والتي لا تسبب تشويشا في الساحة الدولية، خاصة كفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني. كذلك هناك محاولة من أجل التصدي إن صح التعبير لهذه الهجمة من عودة رموز النظام السابق. السيد صلاح الدين البكوش أهلا بك. السيد صلاح الدين بكوش الكاتب والمحلل السياسي الليبي، يبدو هناك مشكلة في التواصل مع السيد صلاح الدين. نعم أهلا بك سيد صلاح الدين، تحياتي. تحية. يعني سيف الإسلام القذافي يعود للمشهد ويقدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية، تبرئة ساعد القذافي، الحديث عن صفقة كانت نتيجتها إطلاق سراح عبد الله السنوسي. يعني في آخر الأمر نحن أمام إعادة تدوير المشهد ما قبل فبراير 2011.
أولا أعتقد أننا يجب أن نؤكد أن قضية عودة سيف، نحن نسمع عن هذا ولكن لم نسمع سيف على الإطلاق منذ أكثر من تقريبا عامين أو ثلاث. هناك أشخاص تخرج وتقول نحن محامي سيف، وناس يخرجون ويقولون نحن متحدثين رسميين باسم سيف، ولا نسمع شيئا آخر. أما بخصوص صفقة لعبدالله السلوسي، عبدالله السلوسي ينتظر المحاكمة، وعملت الحكومة الليبية جاهدا على إقناع محكمة الجنايات الدولية بالسماح لليبيا بمحاكمته، فلذلك لا تستطيع أن تقوم بصفقة معه بعد أن عملت جاهدا على إقناع المحكمة الدولية بأنها تستطيع محاكمته. بخصوص السعد القذافي، السعد القذافي برئ من جريمة قتل لاعب رياضي وليس من الجرائم الأخرى، فعلى هذا الأساس أعتقد أنه من المبكر جدا نتحدث عن شخصيات النظام السابق. بكل تأكيد بعض الشخصيات تحاول العودة إلى المشهد، ولكن هذا يتم باستحياء كبير. التقينا مع البعض منهم أعتقد في اجتماع نظمته منظمة الحوار الإنساني في سويسرا في الشهر الماضي، ولا أعتقد أن أحد منهم يحلم بعودة النظام الجماهيري، ولكن هناك أحلام فردية من البعض في العودة إلى المشهد السياسي أو المشهد الاقتصادي. أستاذ صلاح الدين، إن لم يكن الحديث عن عودة شخصيات، ولكن ممكن الحديث عن عودة المنظومة. المنظومة موجودة، خلينا نقول لك حاجة، منظومة الفساد، النظام القذافي اشتهر بالقمع والفساد، منظومة الفساد لا زالت موجودة، منظومة الفساد من العهد السابق لا زالت موجودة ومتغلغلة في المجتمع الليبي وتنمو كل يوم بمساعدة أو بتجاهل كامل من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوفاق، بل أن الحكومة الوفاق ذاتها وشخصياتها تعمل في هذا الفساد بكل أريحية وبكل نشاط. طيب أستاذ صلاح الدين، خالد المشري رئيسا لمجلس الدولة في ليبيا، هل نحن أمام محاولة لإجابة على محاولات غسان سلامة لفرض أسماء معينة في خريطة تفعيل الحل السياسي؟ وأنا نقصد خليفة حفتر. خالد المشري معروف بتصديه وبرفضه لعملية الكرامة ولوجود خليفة حفتر في المشهد السياسي، هل هذه إجابة من مجلس الدولة لغسان سلامة ولداعمي غسان سلامة؟ هذا غير صحيح على الإطلاق. خالد المشري من حزب العدالة والبناء، الواجهة السياسية لحركة الإخوان المسلمين في ليبيا، ويمكنك أن تطلع على آخر التصريحات المرسلة من قبل رئيس الحزب السيد محمد طوال، والتي يقول فيها أن قتل الكرامة في بنغازي هم شهداء، وأنه لا مانع من التعامل مع عملية الكرامة وما إلى ذلك. وأتى خالد المشري كطرفة بين العدالة والبناء والآخرين الميالين إلى التفاهم مع عملية الكرامة. هذه هي الأصوات التي تحصل عليها خالد المشري. خالد المشري في الجولة الأولى تحصل على 35 صوت، وتحصل عبد الرحمن السويعي على 37 صوت، وتحصل الطرف الآخر الميال إلى التفاهم مع الكرامة والتفاهم مع الإمارات والسعودية ومصر السيد عبد الله جوان تحصل على 27 صوت، وفي الجولة الثانية رام السيد عبد الله جوان بأصواته إلى السيد خالد المشري، وهكذا وصل خالد المشري والعدالة والبناء إلى رئاسة المجلس الدولي. أشكرك سيد صلاح الدين البكوش المحلل والكاتب السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. وإلى الجزائر وحملة خليها تصدي، حملة خليها تصدي التي انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي في منصات الفيسبوك، خاصة نشطاء دعوا إلى مقاطعة السيارات لارتفاع أثمانها، واتسعت هذه الحملة لتشمل عديد القطاعات، وكان لها تأثير على القطاع الاقتصادي والتجاري بشكل خاص في عديد القطاعات، ليس فقط في السيارات ولكن في عديد القطاعات، لتشمل أيضا
حتى الحديث عن بعض الأنشطة الاجتماعية ودخلت المربع السياسي. نتابع كيف تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي والتغريدات وكذلك بعض الصحف الجزائرية مع هذه الحملة وتعليقها ومتابعتها لحملة خليها تصدي. نتابع مع بعض. إذا حملة خليها تصدي هذه بعض التغريدات، مقاطعة شراء السيارات، وحفيظ الدراجي المعلق الرياضي المشهور الجزائري والذي يعتبر من أكثر الشخصيات تأثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن هذه الحملة وبمنطق بأن وقفات شعبية لوضع حد لجشع الجماعة. هنا يتحدث عن جماعة تجار السيارات وتجار العديد في عديد القطاعات. كذلك المغرد خليل يتحدث عن أن هذه الحملة أظهرت بأنها وسيلة راقية للتعبير عن رأي الشعب بنفسه، وكذلك هي ثقافة من ثقافات المقاطعة والسلوك الحضاري. تغريدات أخرى أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، خليها تصدي أثبتت أن الشعب، هنا يتحدث عن الشعب الجزائري، يستطيع سحب البساط من تحت الانتهازيين وأثرياء الغفلة الجشعين. كذلك تم التعاطي مع هذه الحملة في وسائل الإعلام الصحافة الجزائرية. صحيفة الخبر تحدثت بأن هذا حملة كانت حملة قوية. كذلك صحيفة التحرير ذكرت بأنها ضغطت على وكلاء حملة خليها تصدي، كانت شكلت ضغطا على وكلاء بيع السيارات. صحيفة البلاد اعتبرت بأن هذه الحملة زلزال في سوق السيارات وتراجع كبير لأسعار مختلف الماركات. هذه كانت حملة خليها تصدي وصداها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الجزائرية. معنا عبر الهاتف سيد يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات. سيد يوسف أهلا بك. أهلا وسهلا بأخي العزيز. يعني حملة خليها تصدي واضح أنها كانت يعني زلزلت إلى حد ما قطاع تجارة السيارات والسيارات المستعملة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إن يعني حتى هؤلاء أصحاب ما يسمى بورشات التركيب، لا نقول مصنع التركيب، ورشات التركيب، يعني صدموا بالوعي للشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري شعب مسالم وتحمل أكثر من يعني أكثر من بقدرة كان يقدر يعني يتحمل، ووصل الحد إلى أنه لم يستطع، وصل به الحال أنه لم يعد يستطيع يعني حتى يحلم بالسيارة بسبب الأسعار الجنونية التي كانوا يمارسون بها هؤلاء أصحاب تركيب السيارات. رغم أن معلومة مهمة لابد أن أقدمها لكم، أن هؤلاء كانوا يستفيدون من الإعفاءات الجمركية والضريبية وكل سهولات والتسهيلات وبأموال البنوك العمومية الجزائرية، يعني الملك للشعب. يعني هؤلاء أصبحوا يعني فراعنة في ميدان السيارات. يعني هذه المقاطعة كشفت أولا وعي الشعب الجزائري، قدرته على المقاطعة والتعبير واحتجاجه بشكل سلمي وراقي أيضا وحضاري، وكذلك أظهرت جشع بعض العاملين في القطاع. أنت باعتبارك أحد المتداخلين في هذا القطاع، كيف تتعاطون مع هذه الحملة وترون بأن ممكن ستكون ناقوز ينبه إن كان السلطات، وأنا تحدثت عن البنوك والتسهيلات، أو أيضا التجار وأصحاب ورشات التركيب أن ينتبهوا بأن الشعب الجزائري ممكن أن يضرب، وأنا نتحدث بشكل حضاري بشكل مدني، أن يضرب هذه القطاعات بمثل هذه حملات المقاطعة؟ والله العظيم يعني بيني وبينك نحن لسنا بحاجة إلى نوع من هذه الورشات هذه، لأنها الجزائر لا تستفيد بشيء، لا نستفيد بشيء. هم يأتون بسيارة شبه مركبة من أوروبا وآسيا ويركبون العجلات وبعض من القطع هكذا ويقول لك يعني عملنا تركيب. أولا هذه وحدة، ثانيا الأسعار التي كانت تمارس أسعار جنونية يا أخي، كان هامش الربح وصل إلى 10,000 دولار يعني للسيارة، يعني هامش ربح جنوني. أصبحوا هؤلاء يفكرون واشتروا يعني طائرات، أصبحوا يشتروا طائرات هؤلاء الوكلاء. وماذا وقع؟ لابد أن نرجع شوية للوراء لكي يعني أشرح لكم الوضعية، لماذا وصلنا إلى هذه الوضعية. الوضعية الذي خلق كل الأزمة هذه هو الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب، هو الذي أوصل البلد إلى ما وصلت إليه الآن.
لأنه غلق السوق ومنع الاستيراد وغلق علينا كوكلاء متعددة العلامات ومنعنا من استيراد السيارات، وترك إلا 4 أشخاص يمارسون الاستيراد في ذلك الوقت، ومن بعد ذهبوا ما سموه ورشة التركيب، وغلق علينا سوق البلد وخلق أزمة في البلد، خلق أزمة في البلد، ونحن الآن ندفع ثمن، والشعب عندما وصل إلى هذه الوضعية لم يتقبل هذا الأمر، فأصبح يعني وصل الوعي عنده قال أتركها عندك خليها تصدي ما بديش إياها يعني. شكرا لك سيد يوسف نباش رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. شكلت حادثة موت أحد مشجعي فريق نادي الإفريقي التونسي غرقا في أحدى مجاري الوديان القريبة من تونس العاصمة إثر ملاحقته بعد مقابلة كرة القدم من قوات الشرطة، مما دفعه إلى أن يقفز في المجرى الواد، رغم أنه قد استنجد وذكر قوات الشرطة بأنه لا يحسن السباحة، ولكنهم قالوا له تعلم تعوم، تعلم تعوم، هذه التي أصبح وشم يتصدر الهاشتاجات في تونس، تعلم تعوم أصبح شعار لمرحلة. نتابع بعضها بهذا التقرير ثم نعود للنقاش. أثارت حادثة مقتل مشجع لفريق كرة القدم للنادي الإفريقي التونسي منذ أيام غرقا في مجرى أحد وديان العاصمة تونس تحت أنظار عناصر الشرطة التي كانت تلاحقه والتي أجبرته على القفز في الماء رغم توسله لهم وأنه لا يعرف السباحة حسب تصريحات بعض الشهود. أثارت الرأي العام التونسي وشهد الشارع موجة استياء كبيرة مرفوقة باحتقان شديد تجاه قوات الشرطة، حالة تعيد للأذهان ما عرف قبيل الثورة في تونس بثورة الفيراج، حين كانت جماهير ملاعب كرة القدم هي أول من أسقط سطوة وهيبة رجال الشرطة في عهد بن علي. مقتل مشجع كرة القدم تم تداولها تحت قبة البرلمان التونسي في جو مشحون ودعوة لمساءلة المسؤولين ومحاسبة الجاني. وزارة الداخلية رفضت في الأيام الأخيرة التعليق على الموضوع مكتفية بما صرحت به عند غرق المشجع بأنها ستحقق في الواقعة وستتابع الجناة إن ثبت تورطهم. تصريحات رأى فيها عديد المتابعين تنصلا من المسؤولية وتكريسا لحالة الإفلات من العقاب. الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعرفها تونس تزداد عمقا لما ترتبط باحتقان اجتماعي وتوتر على خلفية العلاقة المأزومة بين المواطن وقوات الشرطة وغياب الثقة وسقوط شعار الأمن الجمهوري واسترجاع ماضي أساليب حكم بن علي. الحديث هذا الموضوع حاولنا نتواصل مع علاء الدين العبيدي شقيق عمر العبيدي الذي وعدنا بأنه سيتدخل معنا ليوضح لنا ملابسات هذه الحادثة، مقتل شقيقه عمر العبيدي وكذلك أين وصلت التحقيقات، ولكنه أثناء الحلقة يعني الآن لم نستطع أن نتواصل معه ولم يرد على مكالماتنا. يبدو حسب مصادرنا الخاصة بأن هناك توصيات من جهات أمنية لكل الناشطين ولأصدقاء عمر العبيدي وأيضا للمشجعي في المجموعات الألتراس للنادي الإفريقي وغير من النوادي وكذلك لبعض الصحفيين إلى عدم الحديث في هذا الموضوع في وسائل الإعلام الداخلية، حتى من اتصل بالداخلية وحاولنا نتواصل مع الداخلية كل وسائل الإعلام رفضت الداخلية أن تعلق مجددا على هذا الخبر مكتفية بأنه ما تم الحديث عنه والتصريحات والبيانات تكفي ولا فائدة من مواصلة الحديث في هذا الموضوع. مقتل شاب تونسي لا فائدة من الحديث في هذا الموضوع، هكذا ترى وزارة الداخلية. على كل حاولنا التواصل مع علاء الدين العبيدي ولكن لم نستطع. هذه الحادثة عادت إلى الأذهان الأوضاع التي كانت تعرفها تونس قبل ثورة الكرامة والحرية في 17 ديسمبر 14 من يناير 2011، عادت أيضا للأذهان بأن أول من كسر الصورة النمطية للبوليس المتجبر ولسطوة رجال الشرطة في تونس كانوا جماهير كرة القدم ثورة الفراش كما عبر عنها في تونس حينها. نذهب إلى الملف المغربي، أزمة الصحراء والنزاع دائر في بين المغرب جبهة البوليزاريو والجزائر، لكن بعد هذا الفصل فابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تطورات تعرفها الصحراء التي أصبحت أزمة يبدو أن استدامتها لا تخدم طموحات شعوب المغرب الكبير من أجل الوحدة. أزمة الصحراء التي أصبحت الآن نقطة العثرة وعقدة المنشار في كل مسعى لتوحيد المغرب الكبير. تحركات مؤخرا الأيام الماضية لوحدات لجبهة البوليزاري والقيام بمناورات عسكرية على الحدود بين المغرب والصحراء في الحدود الصحراوية المغربية، ولكن المغرب ردت بتعليقات وتصريحات حادة اعتبرت حربا كلامية من كل مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية والأحزاب. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. تطورات متسارعة يعرفها ملف النزاع في الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساري والجزائر. التطورات لم تكن فقط مرتبطة بالأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام وحدات تابعة لجبهة البوليساري بمناورات عسكرية الأيام الماضية في منطقة المحبس، ولكن أساسا بالرسائل التي تضمنتها جميع التصريحات التي أعقبت هذه المناورات والتي كانت أقرب إلى حرب كلامية. المغرب اعتبر هذه المناورات استفزازا ومحاولة لخلق توترات وإرباك لمسار الحل السياسي الذي يسعى لتسويقه، كما تداعت كل مؤسسات الدولة وهيئاتها والأحزاب السياسية للتنديد بأعمال جبهة البوليساريو ومن يقف وراءها. وهنا إشارة لدور الجزائر في الأزمة، مؤكدة على الوحدة الترابية للمغرب وأن المساس بها خط أحمر. من جانبها اعتبرت جبهة البوليساريو أن ما تقوم به وأن نضالها من أجل حق الشعب الصحراوي لتقرير مصيره وعمل مشروع كما تدعي. ملف النزاع في الصحراء سيبقى يستنزف كل الأطراف، معيقا أي جهد لإتمام بناء اتحاد المغرب الكبير، مطلب شعوب المنطقة وطموح أجيالها منذ عقود. وطموح أجيال منذ عقود، فعلا كان هذا مطمح توحيد المغرب الكبير، ولكن تكون أزمة الصحراء والنزاع في الصحراء أهم عائق من أجل إنجاز هذا الوحدة حتى على المستوى السياسي. يعني نتحدث عن مستوى عمل اقتصاد اجتماعي، ولكن على المستوى السياسي على كل أزمة الصحراء تطورت الأخيرة نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا في استوديو الدكتور إدريس ربوح الكاتب والمحلل السياسي الجزائري. أهلا بك دكتور إدريس. أهلا وسهلا. وسينضم إلينا بعد قليل عبر الهاتف دكتور محمد بودن المحلل السياسي المغربي. دكتور إدريس، لماذا تتحرك البوليزاريو الآن؟ لماذا هذه المناورات والتدريبات العسكرية؟ الرسالة لمن؟ للمغرب؟ رسالة لأطراف دولية؟ للأمم المتحدة؟ لمن؟ ولنفهم الوضع جيدا في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، هي وهو بعد توقيف القتال واتفاق القتال بين القوات المغربية وقوات جبهة البوليساريو في سنة 91، وصلنا إلى وضعية، هذه الوضعية أن جبهة البوليزاريو تسيطر على 20% إلى 25% من الأراضي المتنازع عليها منطقة الصحراء الغربية، والمملكة المغربية تسيطر على البقية، يعني قرابة 80% من الأراضي الصحراوية. وتم بناء جدار عازل بين المنطقتين، هذا الجدار العازل بناه الملك الراحل الحسن الثاني. وكان هناك بين يعني بنود الاتفاق ان يكون تكون القوات المغربيه والقوات الصحراويه متباعده على الجدار حوالي 4 كيلومتر، وهذه قواعد الاشتباك التي تم الاتفاق عليها وسرت لي قرابه يعني 3 عقود، بمعنى ان انت امام وضع مستقر لثلاث عقود بعد وقف اطلاق النار. لكن البوليزاريو قررت ان تنقل بعض مؤسساتها وعلى رأسها وزارة الدفاع الصحراوية وقيادة الجيش الصحراوي إلى الأراضي الداخلية. تعرف أن بوليزاريو متواجدة بمخيمات اللاجئين بتندوب الجزائر، لكن الآن قررت أن تدخل الأراضي التي تسيطر عليها. هي تسيطر كما قلت بين 20 إلى 25%، يعني ثلث الأراضي الصحراوية. وبالتالي تريد أن تنقل إلى منطقة بير الحلو ومنطقة تفاريتي، وبالتالي تفرض سيادتها الحقيقية. هي فعلا عندها سيادة عسكرية ومتواجدة بقواتها العسكرية هناك، تريد أن تتمظهر سيادتها بتواجد مؤسسات ممثلا في مؤسسات الجمهورية الصحراوية العربية الصحراوية الديمقراطية بمعنى. لكن المغرب رفض هذا الأمر ويعتبر أنه فيه تغيير، وقرر أن
يغير قواعد الاشتباك من طرفه، وهنا تأتي خطورة الأوضاع واتجاهها بشكل يعني المؤسف، بحيث أن الأمور تقترب من انفجار في المنطقة. طيب معنا عبر الهاتف دكتور محمد بودنة المحلل السياسي المغربي. دكتور محمد أهلا بك. أهلا وسهلا سيدي. يعني نحن أمام مرحلة خطيرة في أزمة النزاع الصحراء، وأنت في مقال لك أشرت بأننا حتى الحرب أمر غير مستبعد، يعني النزاع المسلح. هل نحن في نقطة ما قبل سنة 1991؟ أعتقد أن المغرب بالنسبة له هذا الموضوع لا تنازل فيه، والأمور واضحة. إذا كانت البوليزاريو هي قضية نظام في الجزائر، فالصحراء المغربية هي قضية أولى لدى الشعب المغربي برمته، والشعب المغربي يساند أي قرار سيادي تتخذه الدولة المغربية من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والتاريخية للمغرب. بالتأكيد أن الاتفاق يعني الموقع سنة 1991 حدد المنطقة العازلة، ونحن نعرف بأن المنطقة العازلة هي وسيلة أممية لدعم عملية السلام وتخفيف التوتر، والمنطقة العازلة يعني تهدف دائما إلى إبعاد يعني كل العناصر المدنية أو المسلحة عن الحدود. بالتأكيد أن البوليزاريو موجودين فوق الأراضي الجزائرية، بمعنى أن الجزائر هي التي تحتضن أو هم يحتلون الأراضي الجزائرية. يعني هناك يعني أمرين، لذلك فأنا أختلف على طول الخط مع الأخ الذي قال بأن هناك سيطرة على 22%، والدليل هو أن ما يسمى بسفير البوليزاريو في فرنسا قال بأن البوليزاريو يعني لم تدخل ما يسمى بالأراضي المحررة البوليزاريو، واعترف بما قاله الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، بمعنى أن فكرة الأراضي المحررة هي خرافة. وبالتأكيد أن الصحراويون في الأقاليم الجنوبية المغربية صوتوا في الانتخابات على من يمثلهم، ومن يمثلهم حضر في المناقشات التي جمعت الوفد المغربي بالمبعوث الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة بلشبونة مؤخرا. وبالتأكيد لا يمكن لهذه الجبهة أن تدعي أنها تمثل الأطراف الصحراوية وتمثل قراراتهم وآرائهم. الجزائر تسلحهم إن دخلوا في أي مناوشات، فالجزائر تسلحهم وتحتضنهم، فهي الحاضنة وهي طرف حقيقي، وتبحث دائما عن التصعيد عبر تقمص دور المناصر لتقرير المصير. طيب دكتور محمد، دكتور محمد بعد ذلك نقطة مهمة جدا. الجزائر يعني هي الداعمة وهي الحاضنة لجبهة البوليزاريو. يعني في هذه الأيام الدكتور إدريس منذ قبل أسبوع تقريبا كان هناك مؤتمر في الجزائر لحق شعوب تقرير المصير، وكأن أتت متزامنة مع هذه التحركات تقع في الصحراء. هل جبهة البوليزاريو تقوم بحرب بالوكالة منذ أكثر من 4 عقود لصالح الجزائر ولصالح خيارات هواري بومدين، الذي اعتبر في بداية الأزمة بأن هذه تركة استعمار ويجب تصفيته بعيدا عن ذهنية الاستعمار والمستعمر؟ الصحراء الغربية هي قضية تصفية الاستعمار، وستبقى إلى أن تحل. بمعنى لا يمكن تجاوز هذا الأمر، لأنه هذا الحقيقة وباعتراف العشرات من الدول. هذه جبهة البوليزاريو تناضل من أجل تحرير أو المطالبة بتحرير وإقامة تقرير المصير. تقرير المصير في مناطق في ساقية الحمراء وواد الذهب، يعني منطقة الصحراء الغربية، هي قضية تحرير وليست قضية أخرى.
فعلا الجزائرية الداعمة لجبهة البوليزاريو والداعمة للجمهورية الصحراوية وتعترف بها باعتبارها قضية تحرير وقضية استعمار وتصفية استعمار. من هذا المنطلق الجزائر بلد ثوري وبلد افتك استقلاله عن طريق ثورة مسلحة وتعرف آلام الشعوب. ومنذ استقلال الجزائر الجزائر تدعم جميع حركة التحرر في العالم ومن بينها حركة وجبهة البوليزاريو، وبالتالي هذا ليس شأن شيء جديد في السياسة الخارجية للجزائر والعقيدة الدبلوماسية للجزائر، وإنما هي الجزائر تدعم أي قضية التحرير ومن بينها قضية الصحراء الغربية. وبالتالي الصحراويين يريدون تحرير أراضيهم وفعلا حرروا جزء كبير من أراضيهم وهي 20% والتي لا يمكن النقاش فيها، بحيث حتى الرئيس الراحل محمد عبد العزيز دوفن بالأراضي الصحراوية، الأراضي الصحراوية المحررة هذه لا يمكن تجاوز هذا الأمر. وحتى هذه الأيام عندما قالت المغرب احتج أمام الأمم المتحدة بأن هناك خرق في قواعد الاشتباك والمقصود بها الابتعاد عن التقدم بعد إلى الجدار العازل بأقل من 4 كيلومتر، الأمم المتحدة قالت أنها لا توجد قوات صحراوية. لكن الشيء الأكيد الأرضية كذلك في التي وقعت السنة الفارطة منطقة الكركرات، عندما أرادت المغرب أن تغير الأوضاع قوات جبهة البوليزاريو رفضت وجودها ورفضت أن تتغير قواعد الاشتباك. ولكن المغرب يرى أن هذا حق للمغرب، هذا حق سيادي للمغرب أن تتحرك وأن تغير أي وضع تريده في أراضيها. هي هو موضوع نزاع، هذا القضية موضوع نزاع. طيب هي موضوع نزاع. الجزائر بعيدا عن الدعم ومساندة الشعوب في وحق الشعوب في تقرير سوريا، دورها الحقيقي الآن في نزاع الصحراء ليس فقط دعم جبهة البوليزاريو، هنا الحديث عن مشاريع استراتيجية. المنطقة ليست منطقة بسيطة، منطقة فيها ثروات، فيها الفوسفات، فيها الملح، منطقة استراتيجية مهمة جدا للسيطرة على الصحراء والساحل. يعني الجزائر في آخر الأمر ليست بهذه الملائكية. يعني أولا الجزائر لا تحتاج ليس لها أطمع في منطقة، لأنه هي أكبر بلد عربي وإفريقي وإسلامي من حيث المساحة، وتملك الأراضي 2.5 مليون قرى، 2.5 مليون، لا تحتاج إلى أراضي حتى تضيف لها أراضي جديدة، وليس لها أطمع وليس من من أدبيات الدولة الجزائرية وقناعات الدولة الجزائرية أن تضيف لها أطمع، فهي تملك الأراضي وتملك الثروات ولا تحتاج إلى أراضي أخرى. لكن هي المبدأ هو قضية مبدئية وليس لها علاقة بأمر آخر. فقط ربما نشير إلى في الموضوع، الجزائر تريد أن يكون لها الدور الرئيسي، هذا متفق فيه. الجزائر تعتبر نفسها أنها تملك القدرات العسكرية والاقتصادية وبأنها هي الدولة المركزية في منطقة شمال إفريقيا، وبالتالي تريد لها المكانة، هذا أمر ثاني ومن حقها كدولة تملك هذه المؤهلات. طيب. نرى أيضا من حق الدولة أن تكون لها الريادة، ولكن أيضا من حق المغرب أن يدافع على سيادته. الدكتور محمد بودن، هل الحديث عن مواجهة عسكرية مسلحة هذا وارد، خاصة وأنك أشرت إليه ذلك في تصريحات صحفية؟ أولا لابد من الإشارة إلى أن لا تنطلي علينا بعض الأفكار التي أعتبرها قديمة جدا وتجاوزها التاريخ ويتجاوزها حتى الأفكار المتوفرة الآن لدى الشباب، باعتبار أن الشباب يكون قاعدة لهذه الطفرة. الجزائر نعرف بأنه لديها مشاكل اقتصادية خطيرة جدا، لديها محاطة بمجموعة من الإشكالات، الوضع الاقتصادي صعب، الناس لا تجد حتى الحليب موجود في الأسواق. ثم كذلك كيف يقال بأن الجزائر تدافع عن تحرر؟ لماذا لم تدافع عن تحرر مع القبائل، مع منطقة القبائل؟ إذا كانت لها هذه الحرقة عن التحرر و الدفع باتجاه بناء دول أخرى في المنطقة، إذا كانت الجزائر لدى هذه الأريحية، فيعني تسمح الاحتجاجات، فلتسمح بالمظاهرات، فلتسمح بالتعبير عن الرغبة في الاستقلال، إذا كانت الجزائر تدافع عن التحرر وتحمل هذا الهم في المنطقة. ثم لابد من الإشارة إلى أن الجزائر تصرف 500 مليون دولار عن هذه القضية، قضية البوليزاريو. أكثر من ذلك هي التي تدفع عن البوليزاريو في الاتحاد الإفريقي نصيبها من المال، يعني أن كل دولة لها نصيب في ميزانية الاتحاد الإفريقي، والجزائر هي التي تدفع نصيب البوليزاريو، يعني من جيوب
وأموال الشعب الجزائري الذي طبعا تربطه بالشعب المغربي علاقات وطيبة جدا. لا بد من الإشارة إلى أن الجزائر قضيتها المركزية في السياسة الخارجية هي الفوليزاري، بمعنى أنها تراهن على مصالح الفوليزاريو أكثر من مصالحها. أكثر من ذلك أن رئيس شبه انفصالية يقف في الصف الأول من ناحية البروتوكولية، والوزير الأول الجزائري يقف في الصف الثاني في قمة الإفريقية الأخيرة، بمعنى أن الجزائر تتنازل من أجل مصلحة جبهة انفصالية. ويعني هذا أمر يمكن القول بأنه مريب. ثم كيف يمكن القول؟ يبدو أن هناك مغالطات كثيرة. مغالطات كثيرة مغالطات يا أخي. أنا لم أقاطعك إذا كنت أنك في قواعد الحوار والتواصل فيجب أن تسمعني. تفضل دكتور. تفضل دكتور محمد نسمعك. تفضل. دعني يعني وفر لي الجو من أجل مواصلة النقاش. لا أرى مبررا لهذا التطاول من هذا السيد المحترم. تفضل دكتور محمد نستمع إليك. تفضل. قلت لك مغالطات لما تطول عليك. تفضل دكتور محمد. بأن المغرب يستند لحق أصيل على أراضيه ومستعد للجواب في الوقت المناسب، والمغاربة لن يتنازلوا مطلقا عن هذه القضية مهما كلف الثمن عبر القنوات الدبلوماسية والقنوات السياسية وحتى الخيارات الدفاعية. لا يمكن أن الجزائر، نحن نعرف بأنها ضاقت درعا بال يعني مخيمات سندوم، حتى أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن الإحباط واليأس ونقص المياه ونقص الصرف الصحي في مخيمات سندوف. ماذا وفرت الجزائر لمخيمات سندوف؟ ماذا وفرت الجزائر لهؤلاء؟ فقط استغلتهم من أجل يعني الضغط على المنطقة، من أجل تهديد السلم والأمن في المنطقة. الجزائر تمارس يعني أساليب يمكن القول بأنها متجاوزة وقديمة، وأعتقد أن المغرب لن يقبل أبدا المسافة بسيادته. المنطقة الجنوبية يعني لها نموذج تنوي الآن، خصصت له يعني ميزانية كبيرة. اليوم احتضرت مدينة العيون يعني قمة لرؤساء الأحزاب المغربية وعدد من الشيوخ القبائل في المنطقة الجنوبية، في العيون، في الداخلة، في السمارة، في عدد المناطق. أليس هذا تمثيلا واضحا لل دكتور محمد بعد اذنك؟ دكتور محمد بعد اذنك، هنا نتحدث عن التمثيليه، ساعود لها قبل ان اختم معك، ولكن دكتور ادريس يريد ان يعلق ويعاقب ايضا على كلامك، تبقى معنا دكتور ادريس. اولا عندما نحلل سياسيا لا ننحاز الى اي وجهه نظر، نحن لسنا هنا في صدد الترويج لمواقف سواء المغرب أو الجزائر أو أي طرف ثاني، نريد أن ننقل الحقيقة كما هي. الحقيقة كما هي، إذا أراد الأخ أو أي مغربي يعتقد، وأنا أعرف مخيمة اللاجئين الصحراويين في تندوف، زرتها أكثر من مرة، هذا كلام عاري من الصحة ولا ليس له هناك تقارير لا لا, لا تقارير ولا شيء. أذهب ولا شيء، هذا الكلام عاري من الصحة، وهناك كثير من الدول يمكن الرجوع إليها والمنظمات والجمعيات الذهب إليها وترى مدى الرعاية. منذ بن كي مون حتى في زيارة بن كمون أشار إلى هذه الوضعيات، وحتى قدمنا لكن حلقة في محطة مغربية. لكن التقرير الأخير أنا أتكلم، الذي يريد أن يعرف الحقيقة يذهب إلى مخيمة اللاجئين باختصار شديد. هذا إذا يتكلم كلمة ولا يعرف مخيمة اللاجئين، أو يتكلم عن المنظمات الحقيقية التي ذهبت إلى مخيمة اللاجئين، هي في وضع مخيمات تبقى مخيمات لكن لها الحد الأدنى من الشروط من التعليم وصحة، وهي مسؤولية دولية ليس مسؤولية الجزائر فقط، لكن الجزائر تقدم دعمها لشعب نزح بسبب 500 حرب. مليون دولار يعني الجزائر تقدم، انا لا اعرف لها هذه الارقام التي مهما كان إن اين له الدليل. طيب مهما كان الرقم، فانا الشعب الجزائري اولى بهذه الامور. اولا الشعب الجزائري لا هذا الكلام، ان الشعب الجزائري اول جزائر ليس في ازمه اقتصاديه. الجزائر تدفع، هي الان الدوله مدينه لصندوق النقد الدولي، سوى وضع احتياطي الصرف اكثر من 100 مليار دولار. وضع الجزائر وضع اقتصادي، كلام عاري من الصحه وليس له الحقيقه الكلام عن الجزائر بهذا الشكل. الجزائر تملك ثروات هائله وتملك اقتصاد
قوي لم يتأثر. هذا كلام لا أساس له من الصح. الكلام يعني شوف أنا لا أعرف من أين أتى بهذا الأرقام. الجزائر وضعها اقتصادي جيد. هذا الكلام والمزايدة على الجزائر الذي يريد أن يعرف الحقيقة يزور الجزائر، لا يتكلم هكذا وهو لا يعرف الجزائر. نحن لا الأمر الآخر الأمر الآخر أنه القضية هي قضية تصفية استعمار. الأولى للمغاربة أن يذهبوا للحلول، للحلول التفاوضية، الحلول السلمية، إلى تقرير المصير وهو المتعارف عليه. ذهبوا لذلك؟ لا لا لم يذهبوا. منذ جيمس بيكر، منذ أن كان جيمس بيكر مبعوث الأمم لأزمة الصحراء، لكنهم لم يعد الملك حسن الثاني الراحل قال نحن مع أي خيار أو أي نتيجة لاستفتاء تقرير المصير. لا هي المغرب مع أطروحة واحدة وهي أطروحة الحكم الذاتي وليس أطروحة تقرير المصير. أطروحة الحكم الذاتي هذا ما طرحته الأمم المتحدة يعني. لا هذا ما طرحه جيمس بيكر الحكم الذاتي، ثم بعد 4 أو 5 سنوات يتم الاستفتاء. يطرح لكنه فشل في المهمة. المهم هو تقرير المصير المتفق عليه. لا خلي الشعب الصحراوي، خلي ساكنة تساقي الحمراء وادي الذهب أن تقرر مصيرها. هذا هو المطلوب، هذا هو المعروف بجميع النزاعات في العالم. سواء ينتهي الأمر بالبقاء مع هذا الحكم افتراضا او الاستقلال، هذا المطلوب. لمده 5 سنوات لم يتم تحديد هويه من يحق له. اذا هذه المشكله، هذا الذي نتحدث عليه، هذا المفروض الذي نتحدث عليه. لا نتحدث عن التصعيد، يعني منذ 93 الى 99 لم يتم تحديد هويه، لانه التصعيد ليس في مصلحه اي احد، وليس في مصلحه المغرب تحديدا، وليس في مصلحه الجزائر. انا قلت جميعا ليس مصلحه الجميع المنطقة. لكن المغرب سيكون اكبر متضرر، لانه بلد مبني على اقتصاده وعلى السياحه، وليس بلد يملك قدره. لا اعتقد انه ليس أعتقد لا يستطيع أن أي خيار عسكري سيكون في مصلحة المغرب. هو أكيد ليس يعني في مصلحة الجميع، وليس يكون في مصلحة في هذه النقطة. قبل أن أعود للدكتور محمد بودن، يعني تتحدث عن خيار عسكري، يعني الجزائر، يعني الخيار العسكري هو مقصود به الجزائر؟ لا، ليس المقصود هي البوليزاريو. يعني المغرب عسكريا لا تقدر على الجزائر؟ لا، على البوليزاريو. هذا الجزائر دولة. البوليزاريو يعني بضعة آلاف من الجنود. لا هو بمعدات بسيطة. خليك بتصريح، خلي بتصريحات المغاربة. هما يقولون أنها تملك القدرات العسكرية باعترافاتهم هم، اعترافات الحكومة المغربية بأن 30,000 جندي صحراوي يملكون قدرات وتسليح، هكذا بهذه العبارة، يملكون تسليح لا تقدر عليه إلا دول ذات سيادة. هذا تصريح مغاربة. والمغرب بمعنى ذات سيادة؟ لا، يعني البوليزاريو يملك التسليح والقوة بتسليح لا تملك إلى دول ذات السيادة. بمعنى هم يعترفون بقوة البوليزاريو، يعتمدون بأن تملك القوة. يعترفون بقوة الجزائر هنا. الجزائر تحصيل حاصل. الجزائر لا نقاش فيها. الجزائر لم يعترف بها المغرب. الجزائر اعترفت بها القوة العظمى في العالم بأنها لها دور إقليمي وقوة إقليمية، هذا معروف. لا تحتاج إلى اعتراف بلد معين. الجزائر تملك هذه القدرة أكثر بكثير. الجزائر لها تأثير في أكثر من 7,000 كيلومتر من حدودها، ولها قدرة عسكرية على التواجد في هذا. لا نقلل من حجم الجزائر، وأيضا لا نقلل من وزن المغرب. المغرب هو يعني الشريك الاستثماري الثاني في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا. أعود لك دكتور محمد بودن، يعني كان هناك موقف موريتاني. الحقيقة موريتانيا لها علاقة واحد يعني متداخلين في هذه النقطة منذ الاستعمار الفرنسي الإسباني للمنطقة. الموريتانيا كانت دائما تتحدث عن حل سياسي. أيضا المغرب منذ التسعينات ومنذ أواخر الثمانينات تتحدث عن حل سياسي، والملك الراحل حسن الثاني قال نحن مع أي خطوة تتخذها المتحدة في إطار تقرير المصير والحل السياسي. الجزائر أيضا تقول نحن مع الحل السياسي. إذا كان الجميع يقول نحن مع الحل السياسي، عمليا ما الذي يعطل هذا الحل السياسي؟ خليني في البداية سيد الفاضل أوضح للأخ الكريم على أنه غير مطلع تماما، ودليلي هو التقرير الأخير من أمين العام للأمم المتحدة، وخاصة التوصية 86، هو الذي يقول بأن الأوضاع جيدة والناس في بحبوحة يعيشون في الرغد وما إلى ذلك. فالتوصية 86 قال الأمين العام: وما زلت أشعر بالقلق إذا تزايد مستوى الصخب في أوساط اللاجئين في تندوف، وكذلك غياب الظروف الأساسية والتي تسمح بالعيش بالكرامة. وألاحظ أيضا ببالغ القلق النقص المزمن في تمويل وتحقيق المساعدة الإنسانية. ثم أيضا في التوصية رقم 12 في البداية حول الأوضاع العامة في الحالة العامة في التوصية رقم 12 يتحدث بالتواريخ ويقول استمرار مشاعر الإحباط في صفوف مخيمة تندوف في مايو أيار. كان هناك نقص في الكهرباء، هما عندهم مخيمات
في تندوف هناك سموها مخيمات العيون، مخيمات سمارة، مخيمات الدخلة، وكأنها مدن، يعني هناك إسقاط أو محاكاة للأسماء المدن الموجودة في الأقاليم الجنوبية للمغرب. ويقول الآن العام وظلت الحياة العامة في مخيمات اللاجئين في تندوف صوتية رقم 13 في البداية في التقرير، تقرير 2018 الأمين العام للأمم المتحدة، قال بأنه في يعني مايو أيار كان هناك نقص في الكهرباء ووقعت احتجاجات وتم صدها بشكل كبير، ثم كذلك المتعلق بالنقص المياه والصرف الصحي. إذن فهذه أمور واضحة، ما كاينش لا مزايدات ولا ادعاءات. طيب ولا دكتور محمد، دكتور محمد فقط حتى نستفيد من وجودك معنا، ما الذي يعطل الحل السياسي؟ أنا بالنسبة إلي سيد الفاضل بالضرورة أن أجيب على هذه النقاط. طيب وضحت الفكرة، وضحت الفكرة. ما ليهمنا لأن الوقت يضايقنا، وإن شاء الله سنأخذ هذا الموضوع في حلقات قادمة، ولا نقول أمام أزمة، نقول أمام حلول. ولكن الآن الحل السياسي متعثر، حسب رأيك لماذا متعثر الحل السياسي؟ متعثر أعود وأكررها. وطبعا هنا نرجع للتقرير ديال الأمين العام للأمم المتحدة، قال بأنه ينتظر، هو قالها بلغة الدبلوماسية من موقعه طبعا، ينتظر دورا أكبر من طرف الجزائر حتى تساهم في هذا الملف. والجزائر طبعا لا تساهم، الجزائر تزيد يعني من حدة الأزمة، الجزائر تريد استمرار الأزمة، الجزائر طبعا منذ عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وهي تنظر إليه باعتبار أن المغرب هو أول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا وثاني مستثمر إفريقي في إفريقيا حسب إحصائيات الاتحاد الإفريقي وليست إحصائيات عارية من الصحة، ثم كذلك عدد الدول التي سحبت اعترافاتها بالجمهورية الوهمية، كم عدد الدول التي تعترف في إفريقيا بالجمهورية الوهمية؟ هذا هو السؤال، كم عدد الدول التي يعني صوتت للمغرب في أثناء انضمامه للاتحاد الإفريقي؟ إذن هذه أسئلة والأجوبة عنها واضحة، موريتانيا تحاول، بالنسبة لسؤالك عن موريتانيا، موريتانيا تحاول أن تبقى على نفس المسافة، طبعا هناك مصالح مع المغرب وهناك طبعا مصالح مع الجزائر. موريتانيا أيضا مدعوة للمساهمة بدور أكبر في هذا الملف خاصة على مستوى يعني المنطقة الجنوبية وخط التماس. أشكرك نعم. دكتور محمد بودن، وضحت الفكرة، وعذرا وليس على المقاطعة ولكن الوقت يحاصرنا. أشكرك دكتور محمد مدلل المحلل السياسي المغربي. أختم معك، وعذرا سيد المخرج، أختم معك دكتور إدريس في 30 ثانية، الجزائر هي من تعطل الحل السياسي في 30 ثانية. المشكل هو مغربي صحراوي وهو في موضوع في الأمم المتحدة، والقضية في الأمم المتحدة وليس قضية الجزائر، قضية المجتمع الدولي، وقضية المجتمع الدولي لابد أن يسويها القضية بوسائل سلمية كما سوي جميع تيمور الشرقية وكما سويت جنوب السودان وجميع هذه نفس المشكلة، وليس لها علاقة الجزائر. الجزائر نعم تعترف بالجمهورية الصحراوية لكن ليس طرف في النزاع، المشكل هو بين الصحراويين وبين المغاربة، بين من يسيطر على الأراضي الصحراوية. الأراضي الصحراوية الصحراء الغربية يسيطر عليها الصحراويون بقيادة البوليزاريو وتسيطر على المغرب، المشكل بينهما وليس بين الطرفين. الأزمة في الصحراء وبوابة زوج بغال مغلقة. نعم، لكن المشكل ليس هم الذي هذا موضوع المغرب العربي في الحقيقة ليس له علاقة مباشرة إلا في هذا المشكل. المشكل هو أن هذه مشكلة تصفية الاستعمار لابد أن تسوى، ولابد أن يفهم الجميع أن لابد أن نحن في عصر القانون الدولي، في عصر احترام حقوق الإنسان، لابد من تطبيق هذه القوانين وتقرير المصير هذه المنطقة وليس هذا. أشكرك دكتور إدريس ربوح الكاتب والمحلل السياسي الجزائري. هكذا أتينا نهاية حلقة اليوم من محطات مغاربية. شكر زملاء في الإعداد والتنفيذ، السادة المشاهدين على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.